بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أول واحد بعترف أني مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى، لكني طمعان في النبي عليه الصلاة والسلام، طمعان أن أنا يوم القيامة وأنا بحاول أبقى كويس وشوية أنسى وشوية أفتكر، أحاول أن أنا يعني يوم القيامة النبي يبقى عارفني عليه الصلاة والسلام، ويجي عند أبقى واقف بين يدين ربنا كده كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان. يوم القيامة توقف بين ايدين ربنا وانت وربنا بس، هيكلمك بلغة تفهمها، مش محتاج ترجمان. انت هتتسأل دلوقتي، واذا كنت بكلمكم على يوم في الجنة فاللي هيحصل دلوقتي حالا يعني فعلا هيخلي حياتك جنة، وانت بتتحاسب فجأة هتلاقي النبي في ظهرك عليه الصلاة والسلام، مش انت اللي هتتكلم، سيدنا محمد حبيب ربنا هو اللي هيقول لربنا: يا رب معلش شفعني في البنت دي أو في الشاب ده أو في الراجل ده أو في الست دي، أنا عارفه بالاسم يا رب، يا رب شفعني فيه، اقبل اعتذاري عشانه يا رب. الإنسان ده أنا كنت أعرف اسمه في الدنيا، إحنا ما عشناش مع بعض، لكنه كان دايما فاكرني، وأنا عارف إنه فاكرني، كان بيعمل حاجة كده كان فاكرني بيها، عشان كده أنا عارف اسمه. أنا هقولك على الحاجة دي، استنى بس ما طلعناش من التخيل الجميل ده. يا رب سامحه عشان خاطري، هي دي الشفاعة، الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام الحنين، قال: لكل نبي دعوة مستجابة، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي من الأنبياء عنده دعوة، لما كان بيدعيها ربنا بيستجيب في الحال، وسيدنا محمد عنده الدعوة دي، هو ما حبش يدعي بيها لا بفلوس ولا أن أولاده يعيشوا. أنتوا عارفين أولاد النبي كلهم ماتوا إلا السيدة فاطمة، كان عنده 7 أولاد، 4 بنات و3 ولاد، التلات بنات والتلات ولاد ماتوا في حياته، كان ممكن يدعي ان هم يعيشوا لكنه ما دعاش، كان ممكن يدعي يكون اغنى واحد في الدنيا، كان ممكن يدعي ان ربنا ياخد كل واحد مش مؤمن بيه، لكنه كان بيدعي للناس اللي مش مؤمنه بيه لانه كان رحيم. طب ومخبي دعوتك ليه؟ ليه مأخرها؟ عشانك وعشاني وعشانك، عشان يقف جنبك يوم القيامه. بس سيدنا محمد قبل ما يروح عند ربنا قال لنا: لو عايزين تاخدوا شفاعتي هقول لكم على كذا حاجه تعملوها. الحاجه الاولانيه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. ما تيجي نتفق مع بعض كده، احنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نصحى 10 مرات، وقبل ما ننام 10 مرات، نصلي على النبي وقت السحور 10 مرات، ووقت الفطار 10 مرات، أيا كان أي وقت، الصبح 10 وبالليل 10. وهقول لك على سر، اللي يصلي على النبي ربنا يصلي عليه. يعني إيه يصلي ربنا؟ صلاة ربنا رحمة ومغفرة وتجاوز عن السيئات وإكرام في الدنيا والآخرة. فلو صليت على النبي مرة ربنا يصلي عليك 10 مرات. النبي قال كده: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، عليه الصلاة والسلام. ولو صليت على النبي كتير، سيدنا محمد قال حاجة جميلة جدا، قال لك: إن أنا عارفك وأنا مش عايش معاك، من صلى علي فإن لله ملائكة تحمل هذه الصلاة وهذا السلام، يأتون ولكم على حاجة تانية أنا بحاول أعملها. قبل ما تسأل حرام ولا حلال، أي حاجة هتعملها في الدنيا تصور النبي واقف جنبك، أي حاجة هتشوفها الحساب اللي دافع عنك رسول الله.